اليوجا مش مجرد رياضة، اليوجا علاج للروح والجسم وليها فوائد كتيرة جدا. اليوجا بتظبط النفس وبتعدل المزاج، بتقلل التوتر والاكتئاب، بتساعد على زيادة التركيز وتحسين الذاكرة. كمان ممارسة اليوجا بتساعد على الاسترخاء والنوم بشكل أفضل، بتحسن من الدورة الدموية بالجسم، بتزود مرونته وبتسيطر على الوزن لأنها بتحافظ على الجسم ورشاقته. بعض تمارين اليوجا بتساعد على تقويم العمود الفقري عن طريق تخفيف الضغط على الفقرات، ومع الوقت اليوجا بتنقل الإنسان لشخص رايق ومتحكم بأعصابه أكتر.